السلام عليكم. اسم مصطفى. وعليكم السلام. مصطفى الشقار الكاتب العام لجمعيه التضامن الرياضي لحي الرشيديه 3. يعني نبغيو نعرفوا كيف جاتكم فكره انكم تنظموا هذا الدوري ولاول مره بمدينه المحمديه. بالنسبه لهذا الدوري هذا في الحقيقه الفكره ديال جمعيه صقور المحمديه لالعاب القوى اللي كان تعاون معها على اساس اننا تنضج هذه الفكره ديال العاب القوى من اجل التنقيب على الاطفال اللي ممكن انهم يكونوا ابطال ديال المستقبل وكذلك من اجل الترفيه على اطفال المحمديه. بالنسبه لهذه المنطقه كنعرفوا ان المنطقه هذه تقريبا فيها يعني تقريبا هامشيه شيئا ما وجميع الانشطه كتكون في اما في منطقه المرسى او القصبه وهذه المنطقه الحمد لله انها بدات كتعرف واحد ازدهار وواحد الرواج وعلى الصعيد الثقافة والفنون وكذلك لما لا الرياضية وحنا لهذا الغرض نشأنا الجمعية الرياضية جمعية التضامن الرياضي لهذا الغرض بالذات. إذا كيف شو تجاوب ديال الساكنة وديال الأطفال؟ تجاوب هو في حقيقة التجاوب كان رائع لأنه الأطفال كلهم عبروا على روح المسؤولية بعد أولا وانهم استمتعوا بهذا اللقاء هذا واستمتعنا معهم حتى حنايا بهذا اللقاء. المشاركه ديالنا في هذا سميت ديالي احلام قارئ. المشاركه ديالنا في هذا الماراثون الكبير مزيانه لانه كنمثلوا المحمديه وكنمثلوها بطريقه جيده وكنخليوها تفتخر وتفتخر بالمغرب ديالنا. الاسم ديالك؟ ماريا. ماريا شنو جاي دير اليوم هنايا؟ جينا اللعبه. اها عجبكم هذا الشيء؟ نعم. اعزائي المشاهدين بالتعاون مع جمعيه التضامن الرياضي الحي الرشيديه تنظم جمعيه صقور المحمديه الالعاب القوى الدوره الاولى لالعاب القوى للاطفال تحت شعار ايها الطفل تعالى لنلعب من اجل المستقبل. معنا رئيس جمعيه صقور. يعني نبغوا نعرفوا كيف جاتكم فكره انكم تنظموا هذا الدور. هاد الفكرة احنا اولا قبل كل شيء هاد الفكرة درتها في الحي اللي يعني متواجدة فيه وكنسكن فيه على اساس اننا بغينا ناخذ وليدات صغار من هاد الحي ونديروا ابطال يعني لواحد الجيل جديد. هذه فكره درنا غير بحال افتتاح العاب القوى يعني بصفه عامه ومن بعد غادي ان شاء الله يكون تسجيل ويكونوا يعني نخرجوا منهم شي ابطال والحمد لله احنا ديجا راه حنا عندنا واحد البطله راه حاضره معنا هنايا النمري بشرى اللي في المنتخب كتلعب ليه. احنا كنا كنتمناو ان غير حاجه وحده اللي كنشكر الان وكنشكر السي سعيد عابد اللي راهو الان عطانا شي حاجه ديال التتويج وبالمناسبه كان على اي كنتمنى وعاود كنزيد نتمنى ان الناس التفتت هاد الرياضه في مدينه المحمديه ديال العاب القوى. اعزائي المشاهدين معنا احد المؤطرين المعروفين في مدينه المحمديه والغنيه عن التعريف. يعني نبغوا نعرفوا كيف كانت المشاركه ديالكم في هاد الدوري. السلام عليكم. انا بالنسبه لي انايا هذه تظاهره ديال الاطفال ما بين 8 سنوات و 12 سنه ونظمتها جمعيه صقور الحي الرشيديه باش هاد الوليدات لهنايا يخرجوا لهذا العالم ديال العاب القوى. ما غاديش نديروا العاب القوى بالصوره الرسميه ولكن غير انهم ياخذوا تحسينات الاولاد ديالهم وياخذوا نظره على جميع الالعاب ويشاركوا. المهم هذا الشيء كله هو هذا الفضاء يستغل ويخرجوا من هذاك الكبت اليومي ديال الدراسه وينفسوا على روسهم بجميع الاخوان اللي حاضرين هنايا كلهم والجمعيات اللي كلهم هنايا مشكورين جات لهذه البادره اللي بادره صحيه في هذا الحي ديال الرشيديه اللي كيغص بالسكان وما احوجوا لهذه التظاهرات باش هاد الشباب ديالنا نزرعوا فيه هاد الروح ديال الرياضه وديال التواصل وديال الاخلاق الحامده. تلميذه اخرى يعني كيف شتي هاد النشاط؟ زوين بزاف. يعني كنشكر الاساتذه اللي داروا لنا هاد الشيء كنشكرهم بزاف. صافي شكرا. يعني كيف شتي هاد النشاط؟ ها؟ كيف جاك هاد النشاط؟ نشاط حلو جميل جدا ممتاز باغي حاجه جميله.
رياضة فارية ممتازة جدا. هذه أول مرة لك تقام بحال هذا؟ أول مرة. أول مرة. شنو تبغي تقول للناس اللي قاموا بهذا الشيء؟ الله يجازيهم بخير، شكرا، نعطيهم خير، شكرا. طوري إبراهيم، أنا من في الجمعية كندير كنشط في الجمعية ديال الكاراتي، وجيت نحضر مع الجمعية هنا باش نشجعهم باش نكون من مساندين هاد الالعاب. انا جد كنفتخر باي رياضه كما كانت. وانا اول مره كتقام، اول مره كتقام في الرشيديه، ومن بعد ما سمعت الخبر جيت نحضر باش نساند هاد. كيفاش التنظيم؟ كيفاش الاطفال؟ التنظيم مزيان، واخا كان ما كانش شويه ديال اخبار من بعيد، لو كان كانوا خبروا قبل يمكن كان يكون الناس تجي ساكنه اكثر. يعني الكلمه ديالك الناس اللي ينظموا هذا النشاط؟ نعم، الكلمه ديالك الناس اللي ينظموا هذا النشاط. واه كنشكرهم، لان عملوا واحد العمل جبار باش يوصلوا لهاد المستوى. راه واخا ما كانش الناس اللي خاصهم، الناس كنطلب من الناس باش يعاودوا هاد الجمعيات يساعدوهم بزاف، والسلطات المعنيه بالامر وكل شبيبه وكل شيء باش يحضروا ان شاء الله. السلام عليكم لاله، اسم الصفا. وعليكم السلام ورحمه الله. اسم الصفا؟ نخالي فاطمة، رئيسة جمعية نساء المستقبل. يعني بغينا نعرفوا الرأي ديالك في هذه التظاهرة اللي كنشوفوها اليوم بحي رشيدية 3. هذه التظاهرة احنا بالنسبة للناس ديال المحمدية بصفة عامة أول مرة كتنظم. شنو هو الهدف ديالك؟ الهدف ديالنا هما هاد الوليدات نقدروا نخرجوا منهم عناصر اللي غادي يكونوا إن شاء الله في المستقبل أبطال وبطلات ان شاء الله. يعني علاش خصنا نشوف بالضبط هذا المكان حي رشيدية 3؟ بالنسبه لهذا الحي، بالنسبه هذا هو ملعب القرب بالنسبه للحي ديال الرشيديه، وحنا الناس ديال الرشيديه بغينا شويه نهتموا بالاطفال والشباب ديال الرشيديه، حيت هنا ناس شعبيين. وناس شعبيين الحمد لله، وفيهم طاقات يعني اللي زعما غنقدروا نخرجوا منهم. يعني كاين واحد التجاوب معاهم؟ كاين واحد التجاوب، يعني زعما كاين مليح، ما كاينش يعني الرساله تبغي تقولها للناس المنظمين لهذا الحي؟ كنتمنى والله الناس باقي شويه، ما بالنسبه للحي باقي شويه بعيد على العمل الجمعوي والعمل وهذا الرياضه، كنتمنى والله يهتموا ويوعاو ويعرفوا بان راه الجمعيات كدير كل ما في الوسع ديالها وفي المجهودات ديالها باش ان شاء الله نهضوا بهذا الحي. أمل الابنة ديالك هي اصغر مشاركه في هذا الدوري، يعني كيف جاتك الفكره انك تجيبيها هنا؟ واحد اختها اصلا مشاركه وهي تبغي تلعب الرياضه معها. يعني انت ام مشجعه على الرياضه؟ انا مشجعه بجوج، نشجعهم على الرياضه بجوج. يعني كيف جاك هذا النشاط؟ تبارك الله مزيان تشجع الوليدات مزيان. هذه اول مره تبارك الله، اول مره تشارك في هذا. تبغيو ان هذا الشيء تقام كل مره في الاسبوع؟ ان شاء الله باش يشجعوا الوليدات هما تما يتشجعوا شويه. كلمه ديالك الناس ندموا هذا النشاط؟ ايوا شجعوا وليداتهم تما باش يلعبوا باش يتلاقوا في الرياضه، ماشي يجيبوا حوايج فالي خايبين. شكرا. مسؤول اقليمي للرياضه بنيابه وزاره الشباب والرياضه بالمحمديه. يعني بغينا نعرفوا كيف شفتوا هذا الحدث اليوم اللي كتقام برشيديه 3؟ المهم انا جد مسرور وفرح بهذا النشاط اللي كتنظمه جمعيه صقور المحمديه لالعاب القوى بتعاون مع جمعيه التضامن الرياضي لحي الرشيديه، واللي كيهم مجموعه ديال الاطفال من كلا الجنسين اللي كينوضوا كيقدموا لهم انشطه رياضيه مختلفه، الهدف ديالها الاستئناس لممارسه رياضه العاب القوى مستقبلا. فهذا شيء جميل ان كنشوفوا هذه الانشطه المقامه هنا بهذا الفضاء، بفضاء الرياضي بحي الرشيدية. يعني كلمة تبغي تقولها للناس المنظمين هاد النشاط؟ كنشكر باسم نيابة وزارة الشباب والرياضة جمعية صقور المحمدية وجمعية التضامن الرياضي لحي الرشيدية، وكذا أطر نيابة وزارة التربية الوطنية وأطر الجمعيات والأندية المشاركة وآباء وأولياء أطفال المشاركين في هذا النشاط الرياضي المميز. نتمنوا أن يكون يعني كثروا في حالة التظاهرات. كنتمنى وان شاء الله كما قلت ايتها الاخت المحترمه مسبقا اننا هذا الشيء تكون استمراريه في هذه الاحياء، بالخصوص هذه الاحياء الشعبيه مثل هذا الحي اللي تقام فيه هذا النشاط وهو حي الرشيديه. مدينه